40 دقيقة مجنونة كانت عم يستضيفها ملعب غزير جمعت بين صاحب الأرض نادي الحكمة الأشرفية ومنافسه نادي بيبلوس عمشيت. أكيد هذا ماتش بنعاد بالدوليك أهم ماتش لنا، لأنه هلأ ورايح كل ماتش لنا بنعاد بلاي أوف جيم، حتى بالنسبة للحكمة مشان الصدارة. هالسنة فريق بيبلوس عم فرج على مستوى كتير عالي، فريق نحن كتير محترمينه، محضرين كتير منيح وأكيد هن محضرين كتير منيح، وأكيد نحن إن شاء الله بتمنى الربح أكيد لفريقه، بس بالنهاية اللي أفضل اللي عم يلعب هو رح يربح. هلا اكيد انا اكيد التارجت تبعوني الجارديه تبعون الفريق، وعندي تشالنج اكيد اذا الي ستيفان اللي هو عم يلعب كثير منيح ليتلي. يعني ليك انا صرت بهالسنه ثانك جاد انه عم بلعب منيح وعلى البريميتر صار عم يركزوا علي. انا بدي اجرب قد ما في، والتيم السبعه كثير عم يساعدوني بالساتس وبالبيكس تبعهم. البوينت جارد تبعنا رودريج عم يعمل سيزون متعقد كمان. جاي يونغ بلاد هو الكي تبعهم، وهن عم يلعبوا كفريق، ما عندهم فرد لاعب، بس اكيد جاي هو البيك تارجت تبعنا. انا بتصور انه اللي راح يلعب احسن وراح يفوت من الاول مركز راح يربح. عنا ادفانتج شوي صغير زياده اليوم لانه مثل ما شايفه يعني الملعب بضل مفول عنا بالحكمه. الربع الاول كان متكافئ بين الفريقين، ومن بعد عده سلات من الجهتين انتهوا اول 10 دقائق بالتعادل 15-15. جاي يونغ بلاد بيخترق بيخترق، اي لاف ذيس جيم. تشارلز لكريس دانييلز يلي بسدد على الارك وبرد برد كريس دانييلز على علي كنعان. الديفنس بحاول يوصله يلا علي كنعان، ذكيه كثير ذكيه كثير من مقابل 17%. رودريك عقل مع الباك بورد عم بسجل اولى نقاطه بالمباراه. الربع الثاني كان شبيه للربع الاول، وكانوا الفريقين عم يتبادلوا التقدم بفارق بسيط قبل ما تعلن صافرة الحكم التعادل 32-32. كتير سريعين عم يكونوا. تمريرة بتوصل لجوليا خازوع، والخازوع بسجل. حمد ابراهيم بمرر لطوم عمار يلي بسدد على الار، خطر كتير هاللاعب للمسافة البعيدة. تشارلز عم يجرب يلعب على طوم عمار بيبرم وبسجل. تشارلز توماس نقطة التاسعة. بلده بيخترق بيعطي مايك فريزر تحت السلة، فريزر عم بسجل. الناديين دخلوا الربع الثالث بإصرار على كسر حاجز التعادل وبدأوا تقديم أفضل ما عندهم، إنما جهود نادي الحكمة كانت الربحانة بهالشوط بعد ما قدروا لاعبينه وخاصة كريس دانييلز يلي سجل 28 نقطة وكان أفضل مسجل باللقاء من حسم الربع الثالث لصالحهم بفارق نقطة واحدة 54-53. إلي ستيفان بسدد على الارك، هيدي الأولى لإلي ستيفان بالمباراة. جاي يونغ بلاد بسجل 2 بوينتس، هو الحكم نقطتين لإلي ستيفان. كريس دانييلز معه علي كنعان، كريس بده يجرب يلعب على علي كنعان بيعمل موف حلو كثير الموف يا كريس دانييلز. عقل بفضيلة إلي ريستوم، إلي ريستوم بسدد على الارك وبسجل. بالربع الرابع الكل افتكروا انه الامور رح تتغير عندما تمكنوا لاعبين بيبلوس من التقدم بفضل جاي يونغ بلاد يلي سجل 24 نقطة باللقاء، انما الافضلية بالنهاية كانت للفريق الاخضر يلي حسم المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط وبنتيجة نهائية 81-75. بيبلوس متقدم بفارق نقطة، جاي يونغ بلاد بسجل عن الارك، متبقي لنهاية المباراة. كريس دانييلز بيخترق السلة، اند وان لكريس دانييلز. كثير ايجابي لفريقه عم يتاخر ليقلع بالمباراة، وكريس دانييلز مقلع ومقلع بقوة جدا اليوم. بمرر لمازن، مازن بسدد على الارك بسجل منين نقطة الخامسة.